ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثلنا في هذه الحلقة الذي نستعرضه من القرآن الكريم هو قول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فطر الله تعالى الخلق على محبة الحق وإرادته وطلبه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحق بطبيعة أبلج واضح، لكن كثيرا من الناس يعرضون عنه تقليدا للآباء والأجداد، اتباعا للهوى، كما قال تعالى عن بعض الأقوام السابقين: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على أثار مقتدون. يصرون على التقليد الأعمى ولو جاءهم أفضل مما كان عليه آباؤهم. قال تعالى: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وهكذا فعل كفار العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ردوا الحق وجحدوه تقليدا منهم لأبائهم وأجدادهم. قال تعالى عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، كأنها مؤامرة على آلهتكم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ردوا الحق لمجرد أنه مخالف لما عليه آباؤهم الضالون. ولهذا قال تعالى عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأنكر الله عليهم عدم انقيادهم للحق الذي جاءت به رسل الله وتقليد الآباء في عبادة الأصنام والأنداد. ثم ضرب تعالى مثلا لهؤلاء الكفار الذين لا يتبعون الحق ولا يستجيبون له تقليدا لآبائهم، ضرب المثل لما هم فيه من الغي والضلال والجهل وهم يدعون إلى الإيمان فيأبون. المثل مضروب بأي شيء؟ بالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، وإذا نعق بها راعيها وصاح بها وزجرها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل تسمع صوته فقط. طبعا الدواب أحسن منهم، يعني على الأقل الدواب ممكن تستجيب للراعي ولو ما فهمت كلامه، لكن هؤلاء لا يستجيبون ولو فهموا. فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صوت من غير فهم ما يعقل شيئا. فشبه الله من يدعو الكفار للإيمان بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل ويصيح بها ويزجرها وليس لها علم بما يقوله راعيها ومناديها، فلا تسمع إلا دعاءه وصوته ونداءه بلا فهم. ما هو الفرق بين الدعاء والنداء؟ الدعاء الصوت للقريب والنداء للبعيد. والمعنى، معنى المثل: ومثل الداعي
ومن يدعوهم كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم. مثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم أو الدواب والناعق بها فإنها تسمع نعقه ولا تعقل كلامه. فكما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفقه ما يقول، فكذلك الكافر لا ينتفع بوعظ الداعي ولو سمع صوته، لا يسمع إلا الصوت ولكن لا يفقه فقها ينفعه. قال ابن عباس: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال ابن عباس: كمثل البعير والحمار والشاه، إن قلت لبعضها كل لا يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. فمثل الكافر في قلة فهمه عن الله وسوء قبوله لما يدعى إليه من التوحيد مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها. ولذلك وصفهم الله تعالى بقوله: صم بكم عمي. هم عندهم آذان وأسماع وأبصار وعيون وينطقون وأصحاب لسان، لكن صم لا يسمعون الحق، بكم لا ينطقون به، عمي لا يرونه. فهم لا يسمعون سماع فهم وقبول، ولا ينطقون بالخير، ولا يقرون بالحق، ولا يرون طريق الحق ومسلكه، ولا ينظرون نظر اعتبار. قال قتادة: صم عن الحق فلا يسمعونه ولا ينتفعون به ولا يعقلونه، عمي عن الحق والهدى فلا يبصرونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن المثل المضروب: الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، هؤلاء لا يعملون بما يسمعونه فيكونون بمثابة من فقد السمع، ولا يرون الحق فهم بمثابة من فقد البصر، ولا ينطقون به وتتذلل ألسنتهم به فهم بمثابة البكم الذين لا ينطقون الأخرس. ولما كان هذا هو حالهم قال عز وجل: فهم لا يعقلون، يعني لا يفهمون ولا يستجيبون. فالسبب الموجب لعدم انتفاعهم بهذه الجوارح أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم سفهاء جهلاء. فكل من دعي إلى الرشاد ونهي عن الفساد وأمر بما فيه صلاحه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واتبع الباطل ونبذ الحق فليس من العقلاء. والله عز وجل أعطى الكفار والمنافقين عقولا وأفهاما وأسماعا وأبصارا وألسنة وقدرة على التمييز بين الخير والشر، وأعطاهم فطرة يتعرفون بها على الحق، لكن عطلوا ذلك كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني على الأقل الأنعام لما يدعوها الراعي تأتي، لما يحذرها عن شيء تبتعد عن الخطر، لما يقدم لها طعاما تأكل، يعني وإن كانت لا تفهم لكن في استجابة لراعيها. هؤلاء بل هم أضل.
لا ينتفعون بالجوارح التي أعطاهم الله، كما قال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. والمثل هذا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، قال فيه المفسرون أيضا إن هذا مثل ضرب للكفار في دعائهم الأصنام. يعني من جهة أخرى لو أخذنا ما بين الكفار والأصنام، بعد ما أخذنا ما بين الداعي والكفار، الداعي المؤمن والكفار، الآن هذا يعني قول المفسرين آخر من وجهة أخرى ما بين الكفار والأصنام، قال معناه، قال في هذه الآية، فيكون المعنى على هذا التفسير أن مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام التي لا تفقه دعاءهم كمثل الراعي الذي ينعق بغنمه من حيث لا تسمع غنمه صوته وهو لا يدري أين هي، فلا ينتفع من نعيق بشيء غير أنه هو في دعاء ونداء، وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. قال الله عن دعاء الكفار المشركين لأوثانهم عندما يخاطبون يتوسلون يناشدون الوثن أو الصنم، قال عنهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الأصنام لا تسمع دعاءكم يا من يخاطبها ويدعوها ويناشدها ويتوسل إليها، يا أيها المشركون أصنامكم لا تسمع دعاءكم. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فشبه الكفار بالناعق الصائح والأصنام بالأنعام المنعوق بها. نعوذ بالله من الزيغ والانحراف بعد الهدى، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعتصم بحبله ويستمسك بشرعه، وأن يرزقنا الهداية ويحيي قلوبنا بالإيمان، والحمد لله رب العالمين.